إيه لبس الأحمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، قال أهل العلم لأنه كان من لباس النساء أو من لباس الكفار، لكن إذا لم يكن من لباس النساء ولا لباس الكفار فلا بأس به، خاصة إذا لم يكن أحمر فاقع وإنما فيه خطوط سوداء أو بيضاء، يعني مخلوط بلون ثاني، إن شاء الله لا بأس إن شاء الله تعالى.